طبيعة فيلم الرسوم المتحركة القصير يختلف عن غيره من الأفلام، حيث هناك شروط زمنية وشكل مختصر للبناء الدرامي. وبناء على لائحة المهرجانات، تم تعريف فيلم الرسوم المتحركة القصير بأنه الذي لا يتخطى حيز 60 دقيقة زمنا، وهي بداية وحدة القياس الخاصة بفيلم الرسوم المتحركة الطويل. ومصر تعد من رواد الإنتاج السينمائي لهذه النوعية من الأفلام، حيث أن مصر دائما وأبدا منارة الثقافة والفن في منطقة الشرق الأوسط، حيث يطلق عليها هوليوود الشرق. وبمن أول استوديو رسوم متحركة ظهر في مصر كان عام 1935 على يد الإخوة فرانكل، هاري وسالمون وديفيد فرانكل، مع بداية السينما العالمية. وتوالى بعدها العديد من الاستوديوهات والأجيال المتلاحقة من فناني الرسوم المتحركة، وحتى وقتنا هذا تتصدر أفلام خريجي أقسام الرسوم المتحركة هذه النوعية من الأفلام التي تسري فن الرسوم المتحركة في مصر. ومن المتعارف عليه أن أي عمل فني يمر بثلاث مراحل أساسية، وهي مرحلة ما قبل الإنتاج التحضير بري برودكشن، ومرحلة الإنتاج التنفيذ برودكشن، ومرحلة ما بعد الإنتاج ما بعد التنفيذ بوست برودكشن. وبما أنني كباحث أتحدث عن دور المرحلة الإبداعية في تحضير فيلم الرسوم المتحركة القصير، فقد وجدت أن المرحلة التحضيرية بري برودكشن لأي عمل فني تعد هي المرحلة الأهم، بداية من فكرة العمل ونضج هذه الفكرة وصولا للقصة التي يتم استعراض العوامل الرئيسية لبناء أحداثها، مع علاقة الشخصيات وتطورها في هذه الأحداث داخل فيلم الرسوم المتحركة القصير، ثم السيناريو لما له من خصائص ومواصفات الفعل الدرامي وقيمة ونوع الصراع في أحداث الفيلم، واختيار وتصميم الشخصيات بعد دراسة أبعادها وتطويعها للتحريك، وتحديد نوعية تحريك الفيلم وتصميم خلفياته لما يتناسب مع نوعية تحريكه، ثم رسم السيناريو المرسوم الستوري بورد لما له من مواصفات ودور المخرج في تنفيذه، ثم مرحلة السيناريو المتحرك الأنيماتيك لما له من مواصفات وخصائص تحدد شكل الفيلم وتوقيته. المشكلة البحثية: ما هي الخصائص التي من الممكن أن يسير عليها فناني الرسوم المتحركة من حيث المضمون والشكل لعمل فيلم رسوم متحركة قصير؟ قلة المراجع والكتب العلمية التي توضح مراحل العمل لإنتاج فيلم رسوم متحركة قصير. الأهداف البحثية: الخروج بخصائص وقواعد لإنتاج وتنفيذ فيلم رسوم متحركة القصير. الأهمية البحثية: تكمن أهمية البحث في وضع الخصائص والقواعد التي يتبعها فنان الرسوم المتحركة عند تنفيذ فيلمه. الحدود الزمنية من عام 2010 وحتى عام 2021، بالإضافة لبعض الأعمال القديمة كأمثلة. الحدود المكانية جمهورية مصر العربية. منهجية البحث: يتبع الباحث المنهج التحليلي. الإبداع في فيلم الرسوم المتحركة القصير يكمن في رسالته التي تتضمنها أحداث الفيلم، ومضمون هذه الرسالة يحملها فنان الرسوم المتحركة على عاتقه لإيصالها إلى الجمهور. وتكمن أهمية رسالة فيلم الرسوم المتحركة القصير في مراحلها التحضيرية، حيث أن مرحلة التحضير في فيلم الرسوم المتحركة القصير تتشكل إلى العديد من المراحل الهامة. هذه المراحل تم تحديدها على النحو التالي: 1- العثور على فكرة للفيلم. أفكار الأفلام تأتي عادة من مشكلة ما تؤرق كاتب القصة، وذلك يكون من مصادر متعددة مثل مشكلة أسرية، اجتماعية، اقتصادية، سياسية، دينية، أو من عنوان رئيسي في الصحف أو الإنترنت، أو حتى من موقف حدث أمام كاتب القصة أو كاريكاتير ساخر، أي مما سبق يعد مصدرا لفكرة فيلم رسوم متحركة قصير. 2- بناء الخط الرئيسي للقصة. خط القصة الرئيسي هو العمود الفقري للصورة المميزة، وعادة ما يطور الفيلم القصير فكرة أساسية واحدة لخط القصة، ويجب أن تكون العلاقات الشخصية راسخة في البداية، حيث يتم تحريك أهم الأحداث في حياتهم داخل الفيلم فقط. ويجب نقل الخط الرئيسي للقصة في جملة أو جملتين مختصرتان مثل عنوان إحدى الصحف. 3- بناء المخطط التفصيلي لأحداث وشخصيات القصة. الخطوة التالية في إنشاء القصة هي كتابة المخطط التفصيلي الذي يمثل القصة التي يتم سردها في بضع فقرات بالدوافع الشخصية والصراعات، ولكن بدون حوار أو أوصاف مفصلة للتمثيل والإعدادات. وهنا نبدأ بتطوير الأفكار عن الشخصيات، وبالتالي ستؤثر القصة على شخصية الشخصيات ومظهرها، وستؤثر شخصية الشخصيات على تطور القصة الذي يأتي أولا، الشخصية أم القصة. كلا العنصرين لهما نفس الأهمية، وكلاهما يتطور في وقت واحد، حيث يسهل تصميم الشخصيات عند وضعها في سياق القصة. 4- أبحاث لتصميم شخصيات القصة.
أثناء العمل على القصة وأحداثها يتم عمل تصميمات عديدة مبدئية للشخصيات، حيث أن تصميم الشخصيات يجب أن يكون مثيرا للاهتمام، ويتم ذلك من خلال زيارة حدائق الحيوان والملاعب والانخراط في الشارع إلى آخره، حيث يتم رسم سكتشات متنوعة لما يتناسب مع شخصيات القصة، حيث أن هذه السكتشات ستساعد كثيرا على إنشاء الأفكار في القصة، وهذا البحث سيساعد بشكل كبير في العثور على المرجع الصحيح. 5. تصميم الشخصيات. تم تحديد مواصفات الشخصية وأبعادها كالتالي: البعد الجسماني الفيزيكي، وهذا البعد يتضمن نوع الجنس ذكر أو أنثى، كما يتضمن السن والطول والوزن وكافة المظاهر الخارجية وما تحتويه أيضا من العيوب أو التشوهات الموجودة بها. البعد الاجتماعي السوسيولوجي، ويتضمن هذا البعد المستوى البيئي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي للشخصية، وكذلك الديانة والجنسية ونوعية العمل الذي تقوم به. البعد النفسي السيكولوجي، وهذا البعد يتضمن المزاج العام للشخصية وسلوكياتها وقدراتها وأهدافها. 6. سيناريو العمل. في أفلام الرسوم المتحركة القصيرة، العوامل الإبداعية تتمثل في سعة الخيال والقدرة على الإحالة إلى واقع متعدد الأبعاد والتحليق إلى مستويات عليا من التجريد والعمومية. ومن هنا نحدد أن بساطة الفكرة واحدة من أهم العوامل التي تميز فيلم الرسوم المتحركة القصير، وبالتالي يمكن تحديد خصائص كتابة سيناريو فيلم الرسوم المتحركة القصير، وهي اعتماد الفيلم على الصور، حيث أن كاتب السيناريو يجب أن يوضح شكل الصورة في كتابته بشكل تفصيلي كي تتضح الصورة تماما ولا يختلف عليها شخصان عند قراءة السيناريو. وضوح الموضوع، حيث أن كاتب السيناريو يجب عليه وضع كل العناصر بشكل تفصيلي مهما كان الموضوع بسيطا. البحث الذي سنبني عليه طريقة العرض يجب أن يكون مفهوما ومفصلا ودقيقا. يجب اعتبار الصوت والموسيقى عناصر أساسية. ومن هنا يمكن تحديد الخصائص الدرامية لفيلم الرسوم المتحركة القصير، وهي الهدف. أي عمل درامي يحتوي على هدف مقصود، وفي أفلام الرسوم المتحركة القصيرة لابد أن يكون هذا الهدف واضحا ومحددا. الحبكة الدرامية، التعريف القاموسي للحبكة يصفها بأنها هي التنظيم للعمل الفني ككائن متوحد، إنها عملية هندسية وبناء الأجزاء وربطها ببعضها البعض بهدف الوصول إلى تحقيق تأثيرات فنية وانفعالية معينة. فالبداية تحدد الشخصيات والمشكلة، والوسط يطور الحبكة، وفي النهاية يأتي الحل. الحكي في أفلام الرسوم المتحركة القصيرة، القص بصفة عامة عند جميع الشعوب بخطابات تحكي ما حدث، ولكن تربط الماضي بالحاضر وتستشرق المستقبل. والهدف من القص ليس استرجاع حدث في الماضي بقدر ما هو تثبيت القيم التي تساعد على تماسك الجماعة والعمل على استمرار نماذجها السلوكية الإيجابية. الدراما في أفلام الرسوم المتحركة القصيرة، الدراما هي الحدث أو الفعل، ولكن ليس كل فعل هو حدث درامي، وكان على فيلم الرسوم أن يجد طريقة من خلال الحدث الدرامي حتى يكتسب جاذبية عند المشاهد. ثم يأتي دور التشويق، حيث أنه أحد أهم عوامل البناء الدرامي في فيلم الرسوم المتحركة، لأنه العامل الأساسي الذي يجعل المشاهد يتتبع باهتمام سير الحوادث وينتظر المفاجآت غير المتوقعة. ثم يأتي دور الغموض، حيث أنه من القواعد الأساسية في فيلم الرسوم المتحركة البوليسي وأفلام الرسوم المتحركة المرعبة. ثم يأتي دور الإيجاز، ففن الرسوم الأفلام القصيرة هو فن الإيجاز والتركيز. ثم يأتي جوهر الدراما، وهو الصراع، حيث أن الصراع مرتبطا بالدوافع وإرادة التنفيذ والأهداف، والغرض من الصراع هو إعادة التوازن أو تحقيق الهدف بأقصر وأسرع الطرق. 7. السيناريو الإخراجي. كادرات إخراجية للسيناريو. رؤية المخرج تبرز في السيناريو الإخراجي، حيث يعمل على وضع كادرات إخراجية للسيناريو، وذلك من خلال عمل أحجام اللقطات وتسلسلها بناء على مشاهد السيناريو، وتوصيف شكل خلفيات اللقطات، وتوصيف حركة الشخصيات وأداها التمثيلي، وحركة الكاميرا داخل كل لقطة، وتحديد شكل إضاءة المشاهد، وأسلوب الانتقال من لقطة إلى أخرى اللي هو المونتاج. كل ذلك يتم قبل العمل على السيناريو المرسوم. 8. السيناريو المرسوم ستوري بورد. السيناريو المرسوم يتم فيه رسم الأداء التمثيلي للشخصيات. فكل جزء من تطوير فيلم الرسوم المتحركة القصير يوجد في مرحلة لوحة القصة، من تصميم الشخصيات، الأداء التمثيلي، الحركة، وتيرة الأحداث، الحوار، المؤثرات البصرية، حركة الكاميرا، الإخراج والمونتاج. كل هذا يتم رسمه في لوحة القصة قبل أن يتم تحريكها فعليا أو تصويرها. 9. السيناريو المتحرك أنيماتيك. بعد الانتهاء من تنفيذ السيناريو المرسوم، تأتي مهمة عمل شريط الصوت، حيث يقوم الممثلون بتسجيل الحوار في جلسات فردية أو جماعية حسب الفيلم، حيث يتم تقسيم نص التسجيل إلى أجزاء قصيرة مرقمة، بحيث لا يقرأ الممثلون النص بأكمله في لقطة واحدة، حيث يقوم المخرج ومنتير الفيلم بتجميع أفضل اللقطات من كل قسم في شريط صوت شبه نهائي.
وذلك لعمل المزامنة الدقيقة للرسامين الذين سيقومون بعمل تحريك مبدئي يحدد بداية ووسط ونهاية أداء الممثلين داخل كل لقطة في السيناريو المرسوم، ذلك مع عمل حركات الكاميرا وأسلوب الانتقال من لقطة إلى أخرى، مما يولد سيناريو متحرك يحدد المدد الزمنية لكل لقطة لمساعدة المحركين فيما بعد لتحريك الفيلم. 10. تصميم الخلفيات واختيار الألوان. يتم رسم الخلفيات الرئيسية واختيار الألوان في المرحلة التحضيرية للفيلم لمساعدة فنان السيناريو المرسوم. قد لا تظهر الخلفية الرئيسية في الفيلم النهائي، ولكنها دليل مفيد جدا لتنظيم الأحداث، حيث يجب إضافة الشخصيات لتحديد علاقة حجم الشخصيات داخل الخلفية وعلاقة الألوان ببعضها البعض، حيث يجب مراعاة تباين ألوان الشخصيات مع ألوان الخلفيات حتى لا تتداخل ألوان الشخصيات مع ألوان الخلفيات. النتائج. توصل الباحث إلى النتائج التالية: 1. أهمية فهم الفرق بين فيلم الرسوم المتحركة القصير والطويل وأفلام الحركة الحية، وتحديد نوعية المشاهد لهذه النوعية من الأفلام. 2. أهمية المرحلة التحضيرية في فيلم الرسوم المتحركة القصير، والتي تحدد أهمية نجاح وصول الرسالة والمغزى من فكرته. 3. مدى أهمية تأثير رسالة هذه النوعية من الأفلام في ثقافة وتوعية المجتمع. التوصيات. يوصي الباحث بالاهتمام بتدريس المرحلة التحضيرية لطلبة الرسوم المتحركة لخروج أفلام تثقيفية وتوعوية ليرتقي المجتمع في التغلب على مشكلاته، هذا إلى جانب الاهتمام بثقافة مخرج الرسوم المتحركة لما لهم من دور هام في توعية وثقافة مجتمعهم.